بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 123. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح عبد الله من سادر. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم الشيخ صالح تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية ينهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لأمته أن يطيع كل حلاف مهين. والحلاف كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على الاستهانة به، لأن الإنسان كلما عظم الحلف فإنه يقلل من الأيمان، وأما إذا تساهل في اليمين فإنه يكثر منها، وكثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى عدم تعظيم اليمين، وتدل أيضا على الكذب، لأن الكاذب يحاول أن يستر كذبه عن الناس فيكثر من الحلف. وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أو المنفق سلعته باليمين الكاذبة. فكثرة الحلف منهي عنها لهذه الآية وللأحاديث، والذي يكثر من الحلف هذا يدل على عدم أمانته، وبالتالي لا يصدق ولا يصدقه المحلوف له، لأنه لا يبالي باليمين ولا يعظم اليمين الله عز وجل. والمهين من المهانة، وهي التساهل بطاعة الله عز وجل والتأخر عن أداء الواجبات، وكذلك من المهانة أن يكون الإنسان لا يبالي بالأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة والشريفة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح شرح حديث نقله هكذا: من حلف أو حلف له بالله فليرضى. جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا فيه دليل على تعظيم اليمين وعلى أن من حلف له بالله فليرضى، لأن اليمين بالله عز وجل تدل على الصدق في الغالب، ومن تعظيم اليمين بالله عز وجل الرضا بها. نعم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة فاء الصاد: أختنا تسأل الحكمة في تحريم الإسلام للتبني. جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى حرم التبني بقوله سبحانه وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان التبني موجودا في الجاهلية، أبطله الله سبحانه وتعالى وأمر بنسبة الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين، لما يترتب على التبني من المفاسد من الميراث والمحرمية وغير ذلك من المفاسد، ولما فيه من إهدار الأنساب واختلاط الأنساب، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثيرا ما
قرأته أثناء إقامتي للصلاة وقراءتي للسور القرآنية سرا، ولكنني عندما أجهر بصلاتي أكون أكثر خشوعا وانتباها، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الجهر صلاة القراءة بالصلاة محله صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنها تكون سرية يسر فيها القراءة. فإذا كان في صلاة الليل سواء كانت فريضة أو نافلة فإنه يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الرباعية ومن الثلاثية، أو إذا كانت الصلاة ركعتين في صلاة الفجر أو نافلة فإنه يجهر فيها بالقراءة، هذا أفضل. ولو قرأ سرا فلا بأس، ولكن الجهر بالليل أفضل، إلا إذا ترتب على جهره محذور شرعي، يعني يشوش على من حوله، أو يكون عنده من هو بحاجة إلى النوم وينكد عليه نومه، فإنه لا يجهر بالقراءة في هذه الأحوال من أجل تلافي هذا المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يعتدون على حقوق غيرهم ويعاملونهم معاملة سيئة، كما أنهم يغتابون غيرهم من الناس ويمشون بالنميمة، فما هو توجيه فضيلتكم لأمثال هؤلاء الناس؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الظلم الذي حرمه الله، الاعتداء على الناس في أعراضهم أو في أموالهم أو في أبدانهم، هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء في الحديث أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء أيضا أن الظالم يقتص للمظلومين يوم القيامة من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات المظلومين يطرح عليه ويطرح في النار. فلا بد من القصاص في المظالم، الأمر خطير جدا ولا يجوز ظلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، فعلى المسلم أن يمتنع من ظلم الناس، الاعتداء عليهم في أموالهم أو الاعتداء عليهم في أعراضهم، الغيبة أو النميمة أو الشتم أو السباب أو غير ذلك من تنقص الأعراض، فإن هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يطلب المسامحة من المظلومين، وأن يرد عليهم مظالمهم إن كانت مالية، أو يمكنهم من القصاص إن كان هذا الظلم يقتضي القصاص، يتبرأ من هذه المظالم قبل يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الكويت المستمع حسن الأحمد رسالة وضمنها جمع من الأسئلة. أول سؤال له عن حكم صلاة التسابيح. صلاة التسابيح ورد فيها حديث، وهذا الحديث فيه مقال كثير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي غير مشروعة، ومن فعلها يكون قد فعل بدعة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصلوات المشروعة التي لا إشكال فيها خير كثير، هناك صلاة الضحى، هناك صلاة الليل تهجد بالليل، وهناك الرواتب التي مع الفرائض، هناك الصلوات في الأوقات غير المنهي عن الصلاة فيها، وهي أوقات كثيرة، فالمجال مفتوح لمن يريد تزود من الخير، ولا حاجة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث غير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل بها على عبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له عدة أسئلة لو تكرمتم شيخ صالح عن سترة المصلي، فيسأل ويقول: ما حكم وضع السترة أمام المصلي؟ هل هي واجبة أم ماذا؟ وما حكم طواف بعض الناس في الحرم المكي من أمامك وأنت تصلي السنة مثلا؟ وأيضا ما الحكم في الحرم المدني أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم طواف الناس من أمام من يصلي السنة أو أي صلاة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. وأيضا يوم الجمعة في المساجد غير المساجد الثلاثة؟ جزاكم الله خيرا. السترة للمصلي مستحبة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، والسترة مستحبة وليست واجب. وفي المسجد الحرام يتسامح بمرور الناس، كذلك في المسجد النبوي، كذلك في المساجد المزدحمة كالجوامع الكبار، فإذا كان في الأمر مشقة وكان الزحام شديدا فإنه يسمح بالمرور من أمام المصلي لما في ذلك من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والسترة كذلك
كما أسلفنا ليست أمرا واجبا، وإنما هي مستحبة عند جماهير أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لا تبع ما ليس عندك، هل تتفضلون بشرح هذا الحديث وبيان قصته جزاكم الله خيرا؟ حديث ورد عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يطلب منه البيع وليس عنده، فيذهب ويشتريه من السوق ويبيعه عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لا تبع ما ليس عندك. فإذا جاءك إنسان يطلب سلعة معينة وهي ليست في ملكك وإنما هي في ملك غيرك، فلا يجوز لك أن تبيعها عليه قبل أن تملكها، كما لو قال لك أريد السيارة الفلانية وهي ليست عندك وإنما هي عند فلان، فتتفق أنت وإياه على القيمة ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها له، تسلمها للذي تعاقدت معه قبل ذلك، فهذا بيع باطل، لأنك بعت شيئا لا تملكه، وإنما يصح البيع إذا كانت السلعة موجودة في ملكك أو كان البيع على موصوف في الذمة ينضبط بالوصف وليس معينا، وبشرط أن تسلم القيمة في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين. فإذا كان المبيع موصوفا في الذمة وينضبط بالوصف فهذا يأخذ حكم السلم، موصوف في الذمة يعني غير معين وإنما مذكور بأوصافه، فهذا يجوز ويأخذ حكم السلم، ويشترط أن تسلم القيمة في المجلس، وعليك أن تحصل هذه السلعة في وقتها المحدد بمواصفاتها، فهذا لا بأس به. أما بيع المعين وأنت لا تملكه وإنما تذهب وتشتريه كالعمارة مثلا أو الفلة أو السيارة المعينة ليست في ملكك وتتعاقد مع شخص عليها بثمن معين ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها للمشتري منك، فهذا بيع باطل، لأنك بعت شيئا لا تملكه، ولأن هذا يحدث حرجا، لأنه ربما أن صاحب السلعة يرفع عليك القيمة وتتحرج من شرائها وقد بعتها على الشخص الذي تعاقدت معه، فصاحبها يعلم بذلك ثم يرفع عليك القيمة ويحصل عليك حرج في ذلك، أو ربما تشتريها رخيصة فيتحرج المشتري ويقول إنك زدت عليه في الثمن وهي رخيصة عند بائعها أو ما أشبه ذلك. فلأجل هذه المحاذير حرم الشارع بيع ما ليس عندك، ولأنك قد لا تحصل هذه السلعة وقد يمتنع صاحبها من بيعها فتقع في حرج مع من تعاقدت معه، فهذا فيه مخاطرة وفيه جهالة وفيه محاذير كثيرة، ولذلك الشارع الحكيم سد هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل التسمية عند الوضوء واجبة أم سنة جزاكم الله خيرا؟ التسمية عند الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والنفي هنا نفي لحقيقة الوضوء، يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد جاء الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا فهو صالح للاحتجاج، لهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن التسمية واجبة في أول الوضوء، فمن تركها متعمدا لم يصح وضوءه، أما من تركها ناسيا فإنه يصح وضوءه. وذهب الجمهور إلى أن التسمية عند بداية الوضوء مستحبة وليست واجبة، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النفي هنا للكمال وليس هو للصحة، هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أبو طارق يقول إذا نهيت زوجتي عن الخروج من منزلي أثناء غيابي عن بلدي، وقلت إذا خرجت فأنت طالق، ثم حصل أنها خرجت، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت تعليق الطلاق على خروجها فإنها تطلق إذا خرجت، أما إذا كنت تنوي لذلك منعها من الخروج ولم تريد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من الخروج، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يقع أيضا إذا خرجت، وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا يجري مجرى اليمين تحله الكفارة
كفارة ولا يقع به طلاق لأنه يمين، لأن قصدك من هذا اللفظ منعها من الخروج ولم تقصد إيقاع الطلاق فيكون يمينا. وقد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد الأخوة المستمعين وقد رمز إلى اسمي بالحروف ألف ألف علي، يقول: إذا كان علي كفارة إطعام 60 مسكين فهل لي أن أعطيها لأسرة مكونة من 3 أشخاص وهم فقراء؟ وهل لي أن أنيب والدي عني ليشتري الذرة ويعطيهم إياها؟ جزاكم الله خيرا. أما الإنابة في التكفير فلا بأس بها، لك أن تنيب من يخرج عنك الكفارة. أما العدد المذكور في الآية فلا بد من التقيد به، لا بد أن تطعم 60 مسكينا، ولا يكفي أن تعطيها لثلاثة أو 10 أو 20، فلو أعطيتها لثلاثة بقي عليك 57 لا بد من تكميلهم، ولو أعطيتها لـ20 بقي عليك 40 لا بد من تكميلهم، وهكذا. فلا بد من التقيد بالعدد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. لو أعطاهم على أن يكون هذا الإطعام لـ20 مرة مثلا لا يكفي، يعني يكرر مثلا، لو كررها لمسكين أو عدة مساكين ما يكفي، لازم العدد المحدد. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أغير الإطعام إلى كسوة أو نقود من الكفارة في نفسها؟ لا، يجب التقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يذكر فيها الكسوة ولم يذكر النقود، وإنما ذكر إطعام 60 مسكينا. إنما الكسوة ذكرت في كفارة اليمين، قال سبحانه وتعالى: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كفارة اليمين. أما كفارة الظهار فليس فيها إلا أمران: الأمر الأول العتق، فإن لم ثلاثة أمور: الأمر الأول العتق، فإن لم يستطع صيام، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب: أولا العتق، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا بديل عن الإطعام، الكسوة لا تكفي. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: انتابتني حالة من الوسوسة وما شعرت إلا وأنا أقول طلقت 3 مرات، ثم قلت في نفس الوقت: لا لا لا، وأعني بذلك زوجتي، ثم عدت إلى أهلي واستمرت حياتنا الطبيعية كما هي، فما حكم ما وقع مني؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تثبت من حالتك، حالة التلفظ بالطلاق. إذا كنت لست في شعورك وليس عندك إدراك في هذا الوقت فلا يلزمك في هذا الشيء، أما إذا كنت في شعورك وفي إدراكك فإن الطلاق يقع. هذا يحتاج منك إلى الحضور إلى المفتي وينظر في حالتك حين التلفظ بالطلاق من وجود الشعور أو عدمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الإمارات العربية المتحدة يقول: أخوكم في الله إبراهيم عبد العزيز جعفر. الأخ إبراهيم يسأل ويقول: إنني أصلي جميع الصلوات مع الجماعة إلا صلاة الفجر، فإني أصليها في البيت بعد طلوع الشمس لأني لا أفرغ من عملي إلا في ساعة متأخرة من الليل، وبذلك أنام متأخرا ولا أستطيع القيام من النوم إلا في 9 صباحا، فهل علي من إثم؟ نعم، عليك إثم عظيم في هذا، قد ارتكبت خطأين عظيمين. الخطأ الأول ترك الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة، والخطأ الثاني وهو أشد إخراج الصلاة عن وقتها، والعمل والسهر بالليل ليس عذرا في ارتكاب هذه الجرائم. عليك أن تصلي الفجر مع الجماعة وتخفف من السهر، لأن تنام من الليل ما يحصل لك به الراحة وما تستطيع معه القيام لصلاة الفجر، إن صلاة الفجر مقدمة على العمل الدنيوي، يجب أن تكون صلاة الفجر مقدمة على أعمال الدنيا وأن تحسب لها حسابها، فلا تجعل الفرصة للعمل الدنيوي وتؤخر الصلاة عن وقتها ومع الجماعة، بل الواجب العكس، أن تجعل الصلاة
هي المقدمة، وأن تحسب لها حسابها وأن تحافظ عليها، وبعد ذلك تتجه إلى العمل المناسب الذي فيه مصلحتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أعمل حلاق عند أحد الإخوة، وهو يقول لي: لا تحلق اللحى للزبائن لأن حلاقة اللحى حرام، مع العلم بأنني لا أعمل غير هذه المهنة ولا أستطيع أن أغيرها، والزبائن تغضب مني بذلك الأمر، وبعض الزبائن ملتحم ولكن يأخذون منها ويريدون أن أقص لهم لحاهم حتى تكون مهذبة قريبا من الحلق، هل يجوز لي هذا أو لا يجوز؟ مع العلم بأنني لست ملتحم. هذا العمل محرم ولا يجوز لك فعله، حتى لو أمرك صاحب المحل به إنه لا يجوز لك عمله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. كيف وصاحب المحل ينهاك عن ذلك ويمنعك منه؟ فهذا محرم، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا العمل، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا توفير اللحى وإكرامها، وذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، أعفوا اللحى، في أحاديث كثيرة في الصحاح. وأمرنا بمخالفة المجوس، مخالفة المشركين الذين يحلقون لحاهم، فتوفير اللحى وإكرامها وإرسالها أمر واجب، وحلقها أو قصها أو أخذ شيء منها محرم، لأنه معصية لله، معصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما قولك إنك معتاد هذا الشيء فهذا ليس عذرا، اعتياد المعصية هذا ليس عذرا للإنسان، بل هذا يدل على عدم المبالاة بارتكاب المحرم، وهذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بك وأنت مسلم أن تستهين بما حرم الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن تترك هذا العمل، وأن تقتصر على الحلق المباح، حلق الرؤوس وجز الشوارب أو قص الشوارب، هذا الذي أباحه الله سبحانه وتعالى أو شرعه لعباده. وكون الزبائن يغضبون أو لا يغضون أو يطلبون منك هذا الشيء لا يجوز لك عمله، إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فلا يجوز لك أن توافق الزبائن الذين يريدون حلق لحاهم أو قص لحاهم، توافقهم على رغبتهم، لأن هذا أمر محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.